أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه صدق الله العلي العظيم. الحرب القائمة في هذه الأشهر الأخيرة يقول البعض أن الحكومة الطاغية قتلت في هذه الأشهر عشرة من هذه الحرب أكثر من 39,000 شخص، وفيهم النساء والأطفال والعزال. مع هذا نرى أن شطرا كبيرا من العالم وقف مع تلك الحكومة الطاغية. كيف يمكن؟ هؤلاء الذين وقفوا معها ليسوا بشرا، ما عندهم أحاسيس، بشر عندهم أحاسيس، عندهم عواطف، كيف وقفوا معها؟ هناك أسباب كثيرة. شاهدي سبب من هذه الأسباب. إحدى هذه الأسباب التي جعلت شطرا من العالم يقف مع هؤلاء الإعلام. صوته هو يصل إلى أكثر من 10 أضعاف صوتك، تبريره هو يصل إلى أكثر من 10 أضعاف الأشخاص الذين يصل إليهم تبريرك. الإعلام المرتبط بتلك الحكومة الطاغية يقول لا، هؤلاء كذابون، هؤلاء يقولون أكثر من 39,000 قتيل، كذب. عدد القتلى 1,100 شخص فقط. صوتك يصل إلى فئة، صوته يصل إلى 10 أضعاف الفئة التي يصل إليها صوتك. هو يقول هؤلاء كذابون. العدد الصحيح هو حسب ما يقول 1,100 شخص.
أصلاً خلص 1200 شخص، 1200 شخص قليل. حتى على هذه النقطة تركيزه يكون على أن هؤلاء كذابون، لا يكون على العدد، العدد يذكره ثم التركيز يكون على شيء آخر. لاحظ هؤلاء دائما يكذبون، هؤلاء دائما كذا يصنعون. فإذا التوجيه الإعلامي لها توجيه ضد هذه الفئة الأخرى، توجيه على أن هؤلاء كذابون، توجيه على أن هؤلاء يدلسون الحقائق، توجيه مكان ثاني أصلا. وبالفعل يؤثر، شطر من البشر، شطر من الأشخاص الذين عندهم أحاسيس، عندهم عواطف، وقفوا معهم. جزء من الذين وقفوا معهم مجرمون مثلهم، لا بأس، ليس كل الذين وقفوا معهم بهذه الطريقة، البعض يخدع. الإعلام يجعل الباطل باطلا ويجعل الحق حقا ويجعل الحق باطلا ويجعل الباطل حقا. الإعلام الصحيح يجعل الحق حقا، هو حق ولكن يجعله حقا بين الناس، والإعلام الكاذب أو الكذاب يجعل الباطل حقا والحق باطلا. حديثي ليس عن هذه الحرب ولا عن تلك الحكومة الطاغية ولا عن أصل هذه القضية، حديثي مكان آخر. عندما لا تكون تمتلك إعلاما قويا أبده وأبسط حقوقك تضيع، وليس الحق يضيع فقط، لا، الناس يصيرون ضدك، أنت صاحب الحق تكون ظالما في عيون الناس، ما عندك إعلام. شاهدنا الواضح في قضايانا الشخصية في قضايانا الدينية زيارة الأربعين، أكبر حركة بشرية قدسية في زماننا، لا في كل تاريخ البشر منذ زمن آدم إلى يومنا هذا. عندك هكذا حركة بشرية قدسية بهذا الحجم؟ ما فيها غبار شيء سيء، غبار سيء ما موجود فيها، شيء نقي نظيف. ولكن لأنه ليس لديك إعلام يضيع، ليست قضية عادية تضيع. أكبر حركة بشرية قدسية في تاريخ البشر يضيع. في البداية عندما انتبهوا إلى عظمة هذه الحركة الأعداء، المرحلة الأولى تهميش أصلا، لا تسمع عنوانا واحدا خبريا في الإعلام العالمي عن زيارة الأربعين أبد. المرحلة هذه انتهت شيئا فشيئا، الناس بدأوا يسمعون، اضطروا أن ينقلوا، نقلوا هذه الحركة العظمى البشرية القدسية، نقلوها بشيء كأنه شيء ضعيف إجمالا، يوجد شيء، يوجد تحرك،
هذه المرحلة أيضا انتهت، الناس بدأوا يعرفون أعداد لا نظير لها في تاريخ البشر كله. صاروا ينقلون، اضطروا أن ينقلوا. نقلت لكم بعضهم، أنا قرأت في بعض مواقع المواقع الأخبارية العالمية، أنا قرأت قبل لعله 5 سنوات تقريبا، 5-6 سنوات، كتب في ذلك الموقع الأخباري العالمي الغربي الكافر أن عدد زوار 426 مليون في تلك السنة. كتب صاروا ينقلون الأعداد، ينقلون بعض المظاهر، اضطروا في هذه المرحلة، ولا زالت هذه المرحلة تسييس القضية. هذه حركة سياسية، هذه حركة مرتبطة بحكومة سيئة السمعة هي التي تحرك هذه الجماهير. حركة سياسية لا قيمة لها، ليست حركة قدسية، ليست حركة دينية، شيء سياسي. يضيع كل جهودك عند الناس، عند الله عز وجل لا يضيع شيء، عند الناس جهودك تضيع من تهميش ثم تصغير. أول شيء تهميش كليا، ثم تصغير، ثم تسييس. إذا تجاوز هذه المرحلة، لأن أعلامه قوي، يجد مخرجا آخر لتحويل القضية. ما عندك إعلام، أنت صوتك لا يصل، صوته يصل، هو كيف يصور؟ حسب أهوائه، حسب أجندته، حسب نظامه، برنامجه. قبل تقريبا شهر كانت هناك إحصائية، الإحصائية ليست من أشخاص عاديين، من خبراء في الشأن الاقتصادي، أن طبعا هذه الإحصائية للسنوات قبل ربما كم سنة، عندما كان عدد زوار 40 20 مليونا، قبل 5-6 سنوات تقريبا، الإحصائية مرتبطة بذلك العدد، أن تكلفة الطعام فقط لزوار 40 في تلك السنة، حيث كان عددهم 20 مليونا، تكلفة الإطعام على أقل التقادير، أنا لا أقول على أقل التقادير، هو البيان يذكر هذا الشيء، هم هؤلاء الخبراء في الشأن الاقتصادي ذكروا أن على الأقل تكلفة الإطعام لزوار 40 في تلك السنة 20 مليون زائر في كل يوم من أيام الزيارة كانت أكثر من 600 مليار دينار عراقي، يعني ما يعادل تقريبا 500 مليار دولار يوميا فقط للإطعام على أقل التقادير. هذه الكلمات ليست مني، من البيان. 500 مليار دولار تكلفة مواد الإطعام، يعني غير قضية الطبخ، غير أجور الطباخين إذا تعطي للطباخين أجور، غير الأتعاب الأخرى، تكلفة مواد الإطعام لكل يوم ل20 مليونا لا أكثر يتجاوز تقريبا 500 مليار دولار. يعني فترة زيارة 40 20 يوما تقريبا 10 مليارات دولار، هذا فقط مواد الإطعام فقط من الماء والأكل، ناهيك عن مصاريف أخرى، ناهيك عن الإسكان، ناهيك. الكثير منكم الحمد لله ذهبتم رأيتم بأعينكم ما يصنع هناك. يعني تكلفة الزيارة في تلك السنة التي كان عدد الزوار 20 مليونا
تكلفة كل الزيارة بما في ذلك أجور الأشخاص لو كانوا يأخذون أجورا، لأن هكذا يحسب بعد عشرات المليارات بكل سهولة، عشرات مليارات الدولارات. صحيح، هذا الإيثار الذي لا نظير له، لا أقول قل نظيره، لا نظير له في تاريخ البشر كله. راح هذه العظمة التي تراها في زيارة الأربعين، راحت عندما لا يكون لك إعلام. لاحظوا كيف يصنعون من أعظم لا أقول أكبر عددا، أعظم حركة بشرية قدسية، يصنعون منها شيئا تافها عاديا. القضية تذهب في صراعات سياسية وخلاص. المشاية شيء مهول، شيء مذهل للعقول. إخواني، حتما بعضكم، كثير منكم لعلكم سمعتم هؤلاء الذين يمشون من أبعد نقطة في العراق طبعا إلى كربلاء، تقريبا 600 كيلومتر تقريبا. بداية مشيتهم، مشاية رأس البيشة يسمى هناك عندهم، بداية مشيتهم في البحر، في البحر، في البحر. تعلم يعني ماذا في البحر؟ يعني كل الأرض طين، كل خطوة تحتاج إلى جهد أكثر من 10 خطوات عادية. أنت تمشي في الطين، جرب يا أخي، جرب مرة امشي في الطين نصف كيلومتر، لا تبقى لك قوة. جدا صعب، ناهيك عن أنهم يسقطون، كثير منهم جسمه يطين، كل ذلك اتركه أصلا. كم هو صعب أصلا؟ المسافة كم هي؟ 10 أمتار، 100 متر، تقريبا 10 كيلوات، 10 كيلومترات في البحر يمشون. إخواني، كثير منا، كثير من الآباء يتحملون الصعوبات في حياتهم عموما، في حياتهم العادية، لكي يبتعد أطفالهم عن الصعوبات. لا، هؤلاء هم يمشون ويأخذون أطفالهم أيضا في المشي. يا أخي، أي عظمة هذه؟ اسألوا الذين رأوا، الذين يعملون هناك، بعض الإخوة المؤمنين يعملون هناك، كثير منهم من شدة التعب يغمى عليهم، كثير منهم يحتاجون إلى مساعدة. يوجد هناك في الطريق باستمرار مقاطع ناس للمساعدة، لأنه يسقطون، يسقط يغمى عليه هذا الحر الشديد في هذه الشمس المحرقة. في البحر يمشي، طين، تعب، جهد، لا تبقى لها له عضلات لرجله أصلا، لا يتمكن أن يقف. هذه الصعوبة كلها يتحملها عشقا لسيد الشهداء. هؤلاء كثير منهم عندهم إمكانيات، يتمكنون، عندهم سيارات، يتمكنون يركبوا سياراتهم. لا، هذا العشق أين تذهب به؟ أين هذا العشق في الإعلام العالمي؟ الأرقام اتركها، هذا العشق ماذا تصنع به؟ الشخص لأعز أعزائه لا يصنع هذا الشيء. هؤلاء نفسه هؤلاء، قل له قم اذهب إلى أبيك في البحر، قل أركب سيارة أذهب إلى أبي، أبي محبوب عندي أحبه وأقبل يده وأقبل رجله. يذهبون في البحر مشيا مع أطفالهم، أطفال صغار بعضهم 7 سنوات و10 سنوات وأقل. أي عشق هذا؟ هذا أي عظمة هذه؟ أين هذه العظمة؟ هذه العظمة تعرفها أنت، لا حتى بعضنا، نحن على بعد 100 كيلومتر عن هؤلاء، عن هذه الحركة العجيبة، بعضنا لا نعرف القضية أصلا. بعض الشيعة في الكويت لا يعرفون أن هؤلاء يتحملون هكذا صعوبة في هذا الحر الشديد. عشقا لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. إذا كنا نحن لا نعرف، العالم يعرف. هذه الجهود ماذا تصنع بها؟ أنقل لكم خبر آخر، هذه أرقام، الأرقام لا قيمة لها، ولكن لاحظوا التحوير والكذب والإبعاد عن قضية سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. سنويا، هذه إحصائية تنشر سنويا، في هذه السنة، السنة الكذائية، أكبر يعني أهم، أكثر مدينة استقبلت زوارا، أي مدينة؟ المدينة الفلانية، المدينة الفلانية، سنويا ينشر هذا الشيء.
في وسائل الإعلام العالمية ينشر أيضا. في هذه السنة، السنة الماضية طبعا، آخر السنة ينشرون، السنة الماضية الميلادية سنة 2023، قبل أن أنقل لكم هذا الشيء، قبل تقريبا 13 سنة تقريبا، 14 سنة تقريبا، محافظ كربلاء أعلن أن عدد الزوار الذين دخلوا من خارج كربلاء إلى كربلاء في السنة، في تلك السنة تقريبا قبل 13 سنة تقريبا، في تلك السنة عدد الزوار الذين دخلوا مدينة كربلاء في السنة، طبعا يحسبون في السنوات الميلادية، في سنة عدد الزوار تجاوز 120 مليون زائر. في تلك السنة زيارة الأربعين كانت تقريبا بين 6 ملايين إلى 8 ملايين. يعني في هذه السنة كم يكون؟ هو كان هو ذكر أن هذا الشيء، أنه في كل ليلة جمعة يدخل إلى مدينة كربلاء من خارج كربلاء أكثر من 1,000,000 زائر في كل ليلة جمعة. كم ليلة جمعة توجد في السنة؟ في السنة الميلادية سنة شمسية 52 ليلة جمعة، صحيح؟ 365 تقسيم 7، كل 7 ليالي ليلة جمعة فيها 52 ليلة جمعة. يعني فقط الذين دخلوا إلى مدينة كربلاء فقط في ليالي الجمعة في تلك السنة أكثر من 50 مليون. ناهيك عن زيارة الأربعين، ناهيك عن زيارة عرفة، زيارة عاشوراء، زيارة النصف من شعبان، زيارة الرجبية، زيارة ليالي القدر، زيارات الموجودة، صحيح؟ يعني إذا كان في تلك السنة 120 مليون في السنة، يعني في هذه السنة حتما، في السنة الماضية حتما أكثر من 250 مليون، حتما بالتأكيد الأعداد في هذه السنة، في هذه السنوات الأخيرة في كل ليلة جمعة يدخل أكثر من 2,000,000 شخص زائر. ناهيك عن زيارة الأربعين، ناهيك عن الزيارة الأخرى، صحيح؟ إحصائية تنشر سنويا، تنشر عالميا، حتى في بلادنا حتى الشيعة يتداولون هذه المعلومات، أن السنة الماضية سنة 2023 في نهاية السنة أعلنوا أنه أكثر مدينة استقبلت زوارا هي مدينة إسطنبول في تركيا، استقبلت 20 مليون شيء، يعني أقل من زوار الأربعين فقط كل السنة، طبعا في كل سنة 2023 هذه أكثر مدينة استقبلت زوار، 20,200,000 تقريبا، 20.2 20 مليون زائر، هذه أكثر مدينة. الثانية، الثالثة، المدينة الرابعة، المدينة الخامسة، المدينة إلى 10 مدن، هذه المدن الأصلية. المدينة العاشرة 10 ملايين وشيء، طبعا بتفاصيل. إلى المدينة 100، هي 100 مدينة يعلنون عنها، طبعا الإعلان الكبير عن 10 مدن الأوائل. في هذه المدن 10 الأوائل موجودة مدينة كربلاء؟ لا لا، في 100 مدينة الأوائل اللي رقم 100 ما يقارب من 1,000,000 شخص دخل إليها في السنة كاملة، في 100 الأوائل لا تجد مدينة كربلاء، ليس في 10 الأوائل. بعضهم ماذا صنع؟ يريد أن يكون إلى حد ما، كتب الزوار من خارج البلد، يعني الزوار إلى إسطنبول من خارج تركيا، هذا 20 مليون. الزوار إلى كربلاء من خارج العراق كم؟ فقط الإيرانيين الذين دخلوا إلى العراق في سنة كاملة أكثر من 20 مليون، فقط الإيرانيين. هؤلاء زوار دوليين يعتبرون زوار من خارج العراق؟ أبد، لا في الرقم الأول، لا في الرقم 100 أصلا، لا تسمع مدينة كربلاء. لا يعرف أن هذا كذب إلا أنت الشيعي فقط، بقية العالم لا يعرف أن هذا كذب، لا هذا هو الصدق. قلت لكم القضايا الأعداد هذه بالنسبة إلى زيارة الأربعين، أعداد أصلا العدد ليس مهما أصلا، العظمة في زيارة الأربعين شيء ثاني، العظمة المعنوية، العظمة الروحية، العظمة التفاني، الإيثار شيء آخر أصلا. العظمة في زيارة الأربعين أن الناس يتبدلون من أناس عاديين أو دون العاديين إلى شبه ملائكة، العظمة هذه، هذا الإيثار لا تجده في العالم كله أصلا، وناس عاديون هؤلاء
هؤلاء ليسوا حبيب بن مظاهر والزهير، لا لا، ناس عاديون هؤلاء الذين يخدمون الزوار، وناس عاديون مؤمنون عاديون. إعلام، إعلام، الإعلام موجود في القرآن الكريم، الإعلام موجود في الروايات الشريفة. من أهم صفات رسول الله صلى الله عليه وآله المذكورة في القرآن: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. داعيا إلى الله بإذنه يعني ماذا؟ يعني إعلام. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. بلسان قومه يعني ماذا؟ يعني باللغة فقط؟ لا، بلسان قومه. لسان هذا الزمن ما هو؟ إذا كان اليوم بين ظهراني البشر كان نبي، جزء من عمله كان يتكلم بلسان قومه. لسان اليوم الإعلام، صوت اليوم الإعلام، وسائل الإعلام. الإمام زين العابدين، تسمعون هذه القضايا خصوصا في أيام محرم وصفر، الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام عندما وصل إلى مقربة المدينة في رجوعه بعد عاشوراء، قال لبشر: اذهب وانع الحسين صلوات الله عليه. اذهب وانع الحسين يعني ماذا؟ يعني إعلام قبل أن ندخل. دخل، قرأ الأبيات المشهورة: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، وسمى مدينة رسول الله بيثرب، يعني المدينة رجعت إلى يثرب، خلص المدينة بدون الحسين عليه الصلاة والسلام هذه يثرب، هذه ليست مدينة النبي صلى الله عليه وآله. شعر قوي جدا، هذا إعلام في الآيات القرآنية في الروايات الشريفة. الإعلام جدا مهم. شبابنا يتخصصون في الطب، جزاهم الله خير الجزاء، يتخصصون في الكمبيوتر، علوم الكمبيوتر، جزاهم الله خير الجزاء، يتخصصون في الزراعة، جزاهم الله خير، يتخصصون في الأحياء، جزاهم الله خير، يتخصصون في الهندسة، جزاهم الله خير، يتخصصون. أين شبابنا المتخصصون في الإعلام؟ جانب مهمش في حياتنا؟ نعم مهمش للأسف، يعني تضييع أبسط حقوقك، ماكو علاقة. اترك هؤلاء، هؤلاء الذين يتخصصون. كم هي معلوماتي أنا عن الطب؟ كثيرة. كم هي معلوماتي عن الأحياء البحرية؟ كثيرة. كم هي معلوماتي عن علوم الكمبيوتر؟ كثيرة. كم هي معلوماتي عن الموجود في هذه الأجهزة الذكية؟ كثيرة. معلومات معلومات. كم هي معلوماتي عن الجغرافيا؟ كثيرة. كم هي معلوماتي عن التاريخ؟ كثيرة. كم هي معلوماتي عن الإعلام؟ ما هي شروط الإعلام؟ ما هي شروط الإعلامي؟ كم هي معلوماتنا ولله الحمد عن الفقه؟ الحمد لله عندنا، غير الفقيه، غير المتخصص، الناس العاديين عندهم معلومات كثيرة، بعضها محل ابتلائهم، بعضها ليس محل ابتلائهم. كم هي معلوماتنا عن الإعلام؟ كم نقرأ عن الإعلام؟ الإعلام الناجح ما هو؟ شروط الإعلام الناجح ما هي؟ الشروط الدينية. الإعلام حكم من الأحكام، فيه شروط دينية أيضا غير الشروط التخصصية. كم هي معلوماتنا؟ لا أقول صفر، أقول شبه صفر. طبعا حياتنا تضيع، طبعا مهامنا تذهب. عند الله لا يذهب شيء، عند سيد الشهداء لا يذهب، سيد الشهداء لا يحتاج، حاشا. كما كان سيد الشهداء غنيا عن حبيب وزهير سلام الله عليهم وأمثالهم في ذاك الزمان، سيد الشهداء غني عنا، ولكن حبيب ما قال سيد الشهداء غني عني فإذا ما أقاتل. إذا كان حبيب يأتي اليوم كان يسكت على هذا الوضع؟ هذا التهميش لسيد الشهداء مستحيل سلام الله على حبيب، في زمنه أدى دوره سيد الشهداء، سيد الشهداء يسحقهم قاطعا، هذا شيء بديهي، شعار الحسينية تسحق الإعلام العالمي كله، يذهب في مزبلة التاريخ. كما ما صمدوا أمام أصل قضية زيارة الأربعين سوف لا يتمكنون أن يصمدوا. سيد الشهداء قوي، شعار الإمام الحسين جدا قوية،
ليست قضية حاجة الشعائر إلي، قضية تكليف. تبقى تزيد تتوسع كما رأينا ونرى، وليس اليوم وأمس، هذا من يوم استشهاد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، حسب كلام أحد العلماء كان يقول كلاما جميلا، يقول سيد الشهداء دفع ضريبة من يوم استشهاده إلى 40 يوما فقط، إلى 40 الأول. الفاتورة كانت على سيد الشهداء، سيد الشهداء دفع، ضحى بحياته، بأهل بيته، بأقاربه، أحبابه، أسر النساء، إلى 40 الأول. 40 يوم سيد الشهداء دفع ضريبة، ضرائب من أول 40 إلى يوم القيامة، الله عز وجل يدفع لسيد الشهداء من أول 40. خلص مصيبة سيد الشهداء صلوات الله عليه انتهت، أول 40 انتهت، قصدي يعني كتحمل شخصي، مصيبته لن تنتهي أبدا إلى يوم القيامة، لن تنتهي. ولكن تحمل الأذى كان إلى أول 40، من بعد أول 40 عظمة فوق عظمة. هذا الكلام الذي نقلته السيدة زينب سلام الله عليها عن جدها رسول الله صلى الله عليه وآله: وليجتهدن أئمة الكفر قوى. النبي قال أئمة الكفر، ليس الناس العاديون، الإعلام العالمي، أئمة الكفر وأشياع الضلالة أتباعهم، ليس فقط الأئمة، هؤلاء يعملون، لا يجتهدون، لا ليجتهدن، لام التأكيد نون التأكيد مادة الاجتهاد، بكل قواهم يسعون، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه فلا يزداد إلا علوه. يعلو يعلو قضية سيد الشهداء، تسحق كل هؤلاء، ستسحقهم كما سحقت من قبلهم. طغية العراق رأينا في حياتنا، وكثير لم نرهم وسحقتهم القضية، راية سيد الشهداء خفاقة. في دعاء للإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، دعا به لزوار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، في مقطع من هذا الدعاء يقول: اللهم إن أعداء نعابوا عليهم خروجهم فلم ينههم ذلك عن النهوض والشخوص إلينا خلافا منهم على من خالفنا، فارحم. هذه الكلمة دعاء للإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لزوار سيد الشهداء، فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تقلبت على قبر أبي عبد الله الحسين، وارحم تلك الأعين التي دمعت جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا. دعاء الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام مستجاب بحق هؤلاء الزوار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من زوار الحسين، أن يرزقنا في الدنيا زيارته، وفي الدنيا والآخرة شفاعته. اللهم احفظ زوار الحسين، وفقهم، أوصلهم إلى تلك البقعة الطاهرة سالمين، أرجعهم إلى أهاليهم وذويهم سالمين إلى سالمين، غانمين إلى غانمين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.